السلام عليكم. اليوم غادي نوجد معكم وصفة تاع الخبز في الفرن. يعني هذا الخبز غادي نعطيكم بالمقادير مضبوطة، يجي خفيف وبنين سورتو في رمضان، تاكلوا مع الحريرة ومع الطواجين. فابقوا معايا تهدوا الفيديو، ديرونا لايك واشتراك في القناة ربي يحفظكم. ما تنسوش، هنا جيبي كاس ونص تاع ما يكون دافي، ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز، ملعقة سكر، وحركي مليح بالفويل. هنا جيبي الفارينة قد 500 غرام، رطل الفارينة ما تزيدي ما تنقصي. بهاد العبر تاع الماء والفارينة غادي يجيك هذيك هي. اذا كان عندك الفارينة تشرب بزاف، يعني تقدري تشمخيها بشويه تاع ماء، فهمتيني؟ هنا دوك نوريك كيفاش غادي ندلكها. هنا جيبي الفارينة تاعك حطيها في طاولة العمل، وحطي ملعقة كبيرة تاع ملح، وبداي تشمخي في يدك ساعة ساعة وتلمي في العجينة. شاولها هنا لاق ما تجريهاش بزاف وما تنشفيهاش بزاف. لاحظي معايا طريقة الدلك اللي موالفة عودتكم بها دايما، يعني تشمخي يدك وتبداي تجبدي في العجينة بهذه الطريقة هكا، باش العجينة تجي خفيفة وتجي من الداخل هكا متقبة وتجي بنينة. هنا بعد مرور حوالي دقيقتين من الدلك خليها تلصق في يديك بهذه الطريقة، وغطي عليها وخليها تريح نصف ساعة. هنا تفكرت قلت نزيد شوية تاع سانوج، تقدري تزيديه تقدري ما تزيديش. ندخل سانوج في العجينة، وما بغيتش نديرها في البداية تاع الدلك هكا باش ما يقطعليش العجينة. نحطها تخمل لمدة نصف ساعة حتى 45 دقيقة. لاحظوا معايا كيفاش اختمرت العجينة. هنا غادي نزيد لها ملعقة كبيرة أو ملعقتين تاع الزيت، زيت النباتي، زيت الزيتون اللي كان عندك، وندي غازيها نقلع لها كامل هذوك الغازات اللي فيها. ندخل هذاك الزيت في العجينة، من بعد نوجد السميد الناعم، رمدها فيه كشغل بيديري مطلع، رمديها فيه من جهتين بهذه الطريقة. وهنايا شوفي كي رمدها في السميد، غادي نحطها في البلا بعد ما كنت دهنتها بشوية تاع الزيت. خليها واحد الدقيقتين، عادك حليها بهذه الطريقة هكا باش تسهل عليك حل العجينة بكل سهولة. من بعد غطيها وخليها تخمر حتى تشوفي تضاعف الحجم تاعها شويه، شعلي للفرن من تحت ومن الفوق وطيبيها. وضروري تقابليها اذا كان الفرن تاعك ساخن، يعني من 150 حتى 180 درجه مئويه. هنا بعد ما طابت الخبز، شوفوا الله يبارك، راه احمر وشباب ويجي مقرمش من الجوانب. نفتح معكم الخبزة وشوفوها من الداخل كيفاش خرجت. اذا بغيتيها غليظة على هاك صغري البلا شوية، صحيح؟ واذا بغيتيها بهذا الحجم صحيح البلا هذاك هو. اتمنى تكون وصفة تاع نهار اليوم خفيفة وظريفة على قلوبكم. تهلاو في روحكم، سلام.